في مرة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معاه مجموعة من الصحابيات أو من النساء بيستفتوه وبيسألوه في أمور الدين، وعمالين يتناقشوا معاه وصوتهم عالي شوية. وفي الوقت ده استأذن سيدنا عمر بن الخطاب إنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا صوت سيدنا عمر بدأوا يستخبوا ورا حجاب وصوتهم هدي شوية. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فسألوا سيدنا عمر: ما يضحكك يا رسول الله؟ فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال له إن هؤلاء السيدات كانوا قاعدين بيتكلموا وبيتناقشوا معاه، ولما سمعوك سكتوا واستتروا. فسيدنا عمر قال لهم وهو غاضب: أي عدوات أنفسكن تهابونني ولا تهابون رسول الله؟ يعني أنتوا خايفين مني ومش خايفين من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالستات ردوا عليه وقالوا له: أيوة، إنك فظ غليظ. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش كده. من هذه القصة ومن غيرها من الروايات الموجودة في السيرة النبوية عرفنا إن الستات كانوا موجودين مع الرجال في بعض المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس موجودين مع سيدنا النبي لضرورة تعلم الدين، بل أحيانا كمان كانوا بيتكلموا مع الصحابة وكانوا بيردوا عليهم وبيحصل منهم بعض المناقشات أو حتى الشجار زي اللي حصل في الموقف ده. فالستات والرجالة كانوا بيتعاملوا مع بعض أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،